بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ بعد الوصفة السهلة والسريعة اللي عملناها بتاعت السمك، يا رب تكونوا جربتوها وعجبتكم. النهاردة هعمل لكم الكبدة على طريقتي. سموها بقى كبدة اسكندراني، كبدة بتاعت العربية، المهم اللي انا عاملاها على طريقتي. طعمها تحفة وجميل، وريحتها بتبقى حلوة قوي قوي قوي. مش هطول عليكم عشان احنا شعرنا السهل والسريع. انا عندي نص كيلو كبده جايباه من عند الجزار ومقطعه شرايح، قولي له قطعها لي شرايح طويله زي الشاورما اهي، شايفينها عامله ازاي اهي. نص كيلو كبده بلدي. عندي واحده فلفل رومي وحته ثوم، بس ده هنستخدمه لما نيجي نسوي الكبده. عندي كمون، معلقه كبيره كده كويسه محترمه، وليمونتين. عندي نص كوبايه خل، الملح والفلفل الملح والكمون هحتاجهم بس اما اجي اسوي الكبده. انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا هجيب الكبده، انا عن نفسي بشطفها شطفه سريعه تحت الميه. ناس بتقول ما تشطفهاش ما تزفرش، انا عشان اتلاشى الزفاره دي قلنا نص كوبايه خل هحطها عليها اهي، وهعصر الليمونتين بتوعي على الكبده علشان اتلاشى اي زفاره مكان ايه الغسيل. اصل انا يعني انا مصوصه شويه، لازم اغسلها مكان ايد الجزار ومكان ايد ده ومكان ايد ده ومكان ايد ده، ففي حاجات ايه يعني ممكن تشل الزفاره. هي شطفه بسيطه مش كتير. ادي الليمونتين اهم اتعصرتهم تمام كده. احط معلقه الكمون عندي اللي هي الكبيره المحترمه دي اهي، هقلبهم مع بعض. انا بقى هسيبها في الخلطة بتاعتها دي يعني مثلا قولوا لمدة نص ساعة. لو بعد كده لو انا هحمر شوية بطاطس، هجهز عيش، هجهز اي حاجة، المهم ان انا هسيبها في التتبيلة بتاعتها دي اللي انا عملتها علشان ايه اتلاشى اي زفارة في الكبدة خالص، يبقى طعمها جميل. وبعد كده هصفيها وهقول لكم هنعمل ايه على النار، خليكم معايا. رجعت لكم حبايبي بعد ما سبت الكبده بتاعتي اتنقعت في الخلطه اللي انا قلت لكم عليها، صفيتها بالمصفى، شايفين شكلها عامل ازاي. هناخدها بقى وهنروح على النار ونقول لكم هنعمل ايه. هناخد معانا الطبق، عندي طاسه فيها زيت، هحط فيها حته الثوم بتاعي، الثوم بتاعتي اللي انا قلت عليها اهو. خدوا بالكم انا هعمل ايه كويس تمام كده، بس المعلقه اهو. وبعد كده هضيف الفلفل بجد. الطريقه دي هتعجبكم قوي 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 والله ما هتحبوش. حبايب قلبي كل واحد بيعمل الاكل بطريقه وبيعمل الكبده بطريقه، انا مش بعترض على طريقه اي حد، بس كل واحد ليه تكايه ليه تاليفه في الاكل. انا ممكن اشوف حد بيعمل اكل يعجبني، حركه جديده في اكله اجربها، فممكن تكون دي محدش بيعملها، فيا ريت تجربوها هتعجبكم ان شاء الله تمام كده. وهروح نازله بالكبده بتاعتي بسم الله على طول. هحط عليها بهارات التوابل بتاعتي، الكمين الصيني اللي احنا متعودين بنحطها في الطبق بس الاول، واطلعها عند العصير تمام كده. يعني نحط البهارات بتاعتنا ريحتها بقى، الخل اللي منقوعه فيه، بنتي بتشاورني من ورا الكاميرا ريحتها رهيبه والله ما بكذب عليكم، فعلا ان انا بقول لكم ده تمام صح ومظبوط. يعني ادي فلفل اسود تمام، ممكن نحط فلفل حامي بس انا مش هقدر احط فلفل حامي علشان ابني صغير ما بياكلش حاجه فيها شطه. ادي ملح تمام كده. ادي الكمون، الكبده روحها الكمون والخل والليمون وبس خلاص. نقلبها لغاية ما تستوي وبقت أكلة جاهزة عندي وسريعة، وما أخدتش برضو في إيدي 5 دقايق ونضيفة وكبدة مضمونة.
انا هسيبها على النار. طبعا كل ست بيت هتقدر تحدد اذا الكبده استوت ولا لسه، وهتبقى ايه واخده بالها من سواها. انا هسيبها على النار قدامكم اهي لغايه ما تستوي 10 دقايق بالكتير او مش اكتر، لان الكبده بتخش سوا. وهروح طفي عليها وهوريكم شكلها ايه. قبل ما اطفي عليها برضو هوريكم ايه بيبقى الشكل النهائي بتاعها ازاي على البوتاجاز. خليكم معايا. ورجعت لكم حبايبي بعد ما الكبده داخله على السوا. بصوا شربت الميه بتاعتها، شايفين عامله ازاي؟ شكلها يجنن، تحفه، وريحتها خطيره خطيره خطيره. كده خلاص ادوس عليها كده، هي كده خلاص استوت، ما تاخدش حاجه. تمام وخلاص الكبده بتاعتي خلصت. هنروح بقى عشان نديها شويه بطاطس عشان تديني شكل كده، حركات وتكات. ادي الكبده بتاعتي اهي، شايفين عامله ازاي؟ والله جميله وما فيها ريحه زفاره خالص، تحفه تحفه تحفه. انا ممكن بقى ايه اعمل حركايه كده، اجيب عيش كايزر واوهم الولاد ان هما بياكلوا بره في الشارع، بس طبعا ده اكل احلى من الشارع. عندي الطحينه بتاعتي اللي انا عملناها قبل كده وتعلمناها اهي. يا حركاتك يا تكاتك يا ام باسل، الله تحفه بجد رائعه، يا ريت تجربوها. هندوق مع بعض زي ما متعوده معاكم ان انا ادوق. بسم الله. جميله 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 جميله. دي كانت وصفتي النهارده، يا رب تجربوها، سهله وسريعه زي باقي الوصفات وما بتاخدش في ايدك 10 دقايق. احنا شعرنا السهل والسريع. وخليكم معايا في وصفات تانية جديدة. يا رب يا رب اكون كنت خفيفة عليكم. وما تنسونيش في اللايك، وما تنسونيش في الاشتراك بتاع القناة بتاعتي. كانت معاكم مباسل من قناة المباسل، واشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.